عادت بعض المهن والأدوات القديمة للاستخدام لدى أهالي الحسكة نتيجة الحرب على سوريا والحصار الاقتصادي المفروض والذي تسبب بنقص كبير في الاحتياجات الحياتية وخصوصا المشتقات النفطية، ما دفع الأهالي لإيجاد بدائل والعودة إلى الأدوات القديمة ومنها الببور الذي يستخدم لطهي الطعام ويعمل على مادة الكاز وهو بديل للغاز. الببور نوجد بهذه الظروف بداية الأزمة من 10 سنين، نوجد الببور بديل للغاز، يعني الشعب السوري قادر أنه يلقى البديل، والعالم اليوم يعني أغلبية الشعب ملتجئ إلى الببور، يعني ما في بيت ما بي ببور، والحمد لله الحمد لله يعني موجود المادة ومتوفرة والحمد لله. هاي المهنة قديمة قديمة من قديم، يعني حتى بالشام معروفة البوابير الصفر، أنا نسميهم بوابير، هم يسموه ببور، يعني كان البريموس الأصفر، وشوي شوي هون طبعا من هالحصار وما ظل فقد يعني هسه قليل الغاز، طلعت هاي البوابير وصارت شغلة أساسية بكل بيت، يعني البيت بلا ببور ما يمشي حاله، وغاز يعني قليل، يعني تسجل اليوم القنينة بشهرين ما تجي، عرفت علي شلون؟ فبقى صفة حاجة ضرورية أساسية بالبيت. جميع مراحل تصنيع البابور تتم في سوريا وقسم منها في محافظة الحسكة عبر ورش صغيرة مختصة استفادت من تصنيع البابور الأصفر الذي كان يستخدمه الأجداد، وهو على شكل دائري يسمى بابور أصفر بريموس. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.